لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من كوفنتري في بريطانيا عبر سكايب السيد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي، مرحبا بك معنا. كيف قرأت ما جاء في هذا التقرير الأممي، لا سيما حول المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي؟ نعم، حول المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي، حقيقة الأمر دعنا نقول بأن التقرير جيد من حيث المبدأ، ولكن يجب أن يكون يجب أن كان هناك إغفال عن الدور التركي الأساسي في هذا التقرير، وهذه الإشكالية كانت لنا سابقا مع لجان التحقيق الدولية، كيف تغفلون الدور التركي؟ الجيش التركي هو المسؤول عن فصائل الجيش الوطني، فصائل الجيش الوطني ليست مسؤولة عن الجيش التركي، من يدير هذه الفصائل ومن أطلق يد هذه الفصائل بحق السوريين هم الجيش التركي. وعندما تحدثنا سابقا ونشرنا تقارير عدة مرات عن ما يجري في منطقة عفرين بحق الكرد من أبناء الشعب السوري من قبل الجيش الوطني وبرعاية الجيش التركي، كان هناك إغفال من قبل لجان التحقيق الدولية عن المسؤولية القانونية والأخلاقية للضباط الأتراك وللجيش التركي. نحن شاهدنا كيف أطلق رجب طيب أردوغان تحديدا يد هذه الفصائل كي تقوم بالتنكيل بأهالي عفرين وأهالي المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء الفصائل تحت رعاية الجيش التركي. لذلك نقول التقرير أغفل المسؤولية القانونية والأخلاقية للجيش التركي، على الرغم من أنه وثق ممارسات من قبل ما تعرف بفصائل الجيش الوطني التي تقوم بانتهاكات صارخة بحق أبناء الشعب السوري في المناطق التي تسيطر عليها، وهي انتهاكات يومية لا يكاد يخلو يوم إلا ونوثق انتهاكات من قبل فصائل الجيش الوطني العامل تحت الأمرة التركية بحق أبناء الشعب السوري وتحديدا بحق الكرد من أبناء عفرين الذين هجر معظمهم من قبل الجيش التركي. هل من تفسير سيد رامي لعدم حمل التقرير الأممي تحميلا واضحا للمسؤولية بالنسبة للجيش التركي في هذه المناطق؟ كان يجب على لجان التحقيق الدولية الابتعاد حقيقة الأمر عن قضية التسييس وعن قضية لا يريدون الدخول في إشكالات مع القوات التركية. أعتقد أنهم يعلمون جميعا بأن المسؤول الأساسي عن هذه الانتهاكات هي القوات التركية، وأن هناك شكاوي عدة قدمت من أبناء عفرين تحديدا ومن أبناء رأس العين للقوات التركية وللشرطة التركية، لم تقم هذه القوات بفعل أي شيء. على العكس من ذلك، كانت الانتهاكات تزداد من قبل هذه الفصائل كلما كان هناك شكوى من قبل الأهالي بحق هذه الفصائل لدى القوات التركية. ماذا سيد رامي عن إشارة التقرير لمناطق سيطرة هيئة تحرير الشام؟ البعض قال بأن شواهد التقرير بدأت عامة وفضفاضة، تتفق مع ذلك؟ بشكل قطعي، الانتهاكات من قبل هيئة تحرير الشام أو تنظيم أو جبهة النصرة أو الموالي لتنظيم القاعدة بحق المعارضين حقيقة الأمر قبل السكان العاديين هي انتهاكات كثيرة. كل من يعارض هيئة تحرير الشام في تلك المنطقة يجري التنكيل به واعتقاله من قبل هذه الهيئة، بعد ذلك تجري وساطات حقيقة الأمر للإفراج عنهم. لذلك نقول بأن على لجان التحقيق الدولية العمل بحيادية كاملة دون أخذ الاعتبار لما تقوم به الضغوطات التركية أو الضغوطات القطرية على لجان الدولية. هناك انتهاكات صارخة بكامل المناطق السورية، وتحديدا نتحدث تقرير عن مناطق سيطرة قوات الاحتلال التركي. ولكن دعنا نقول أيضا بأن حتى في إدلب مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام هي خاضعة بصورة أو بأخرى لقوات الاحتلال التركي. ماذا تفعل القوات التركية بآلاف الآليات في تلك المنطقة إن لم تكن قادرة على حماية السوريين من أبناء الشعب السوري الواقعين في هذه المنطقة من الأراضي السورية؟ ونحن نقول لك بصراحة، ونحن نعتبر القوات التركية الموجودة داخل الأراضي السورية هي قوات احتلال لا تختلف عن ميليشيات إيرانية وعن القوات الأخرى الموجودة على الأراضي السورية. شكرا جزيلا على انضمامك إلينا من كوفنتري في بريطانيا عبر سكايب السيد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.